السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ يا رب يكون كلكم بخير. أنا عبد الله عبد الوهاب، مدرس علوم المواد وتكنولوجيا النانو، كلية الدراسات العليا جامعة بني سويف. إن شاء الله هكون معاكم بإذن الله الترم دوت في مادة أو كورس الماتيريال ساينس. دوت الإيميل بتاعي، لو في حد عنده أي استفسار ممكن إن شاء الله نتواصل من خلاله. هنتكلم النهاردة عن أول محاضرة اسمها Introduction and Atomic Structure. الكورس بتاعنا ان شاء الله عبارة عن 14 محاضرة. المحاضرة الاولى بتاعت النهاردة هنتكلم عن Introduction Atomic Structure. بعد كده نبدأ نتكلم عن Solids، ايه هو Structure بتاع Solids وال Structure بتاع Polymers، هل Solids دي كلها Perfect ولا في Imperfections، الابليكيشن بتاعت Solids وبتاعت Polymers وبتاعت Ceramics، ايه هو Phase Diagram، ايه هي Composite Materials، لان دي حاجة مهمة جدا بالنسبة للSpacecraft والAerospace Materials. وبعد كده نبدأ نتكلم عن نيو ماتيريالز اللي هي النانو ماتيريالز، وبعد كده ان شاء الله في الابليكيشن وبعد كده عن الابليكيشن بتاع الماتيريال في الايروسبيس والسبيس كرافت، واخيرا هنتكلم عن الكوروجن والديجراديشن اوف ماتيريالز. الريفرنس اللي هنشتغل منه اللي هو ماتيريال ساينس اند انجينيرنج نينسي اديشن لويليام كليستر، ده ان شاء الله هتلاقيه بسهوله تعمله داونلود عن من بنك المعرفه. لو ما عرفتش توصل له قولوا لي ان شاء الله نزله لكم على الواتساب. في محاضره النهارده دي المفروض التوبكس اللي احنا هنغطيها، المفروض نعرف يعني ايه ماتيريال ويعني ايه ماتيريال ساينس، ايه هو الاستراكشر ويعني ايه بروبرتي، ايه الفرق بين ماتيريال ساينس والماتيريال انجينيرنج، ايه اهميه اصلا ان احنا بندرس الماتيريال ساينس، بندرس ليه ماتيريال ساينس، كلاسيفيكيشن اوف ماتيريالز، تقسيم المواد او كلاسيفيكيشن اوف ماتيريالز، يعني ايه advanced materials وايه هو التشالنج بتاعت النيو materials او المودرن materials، واخر حاجه نتكلم عن atomic structure والانتر اتوميك bonding وعلاقتها بخصائص المواد والستراكشر بتاع المواد. هنبدا بسم الله الرحمن الرحيم. اول سؤال لازم تساله نفسك وانت بتبدا اي كورس، ايه الكورس دوت، ايه الماتيريال ساينس، يعني ايه ماتيريال ساينس ويعني ايه اهميه الماتيريال ساينس، ايه اهميه ان انا بدرس ماتيريال ساينس. اول حاجه الماتيريال ساينس قبل ما نعرفها لازم نعرف زمان كنا بنسمي العصر بالماده اللي اكتشفت فيه. فمثلا العصر الحجري سمي بالعصر الحجري لان احنا اكتشفنا فيه الستون، العصر البرونزي كذلك. فبيسالك سؤال، هل ممكن نسمي العصر بتاعنا دلوقتي بعصر السيليكون او عصر البوليمر، لان السيليكون ديت ماده عملت ثوره في عالم الالكترونيكس والالكترونيات، والبوليمر كذلك دخلت في العديد من المجالات والعديد من التطبيقات. فاحنا عاوزين نعرف اول حاجه يعني ايه ماتيريال ساينس، ايه هي الماتيريال ساينس. الماتيريال ساينس ان انا اقدر اعمل ديفلوبمنت لنيو ماتيريالز، ان انا اقدر اطور او اعمل او اجيب او اكتشف مواد جديده لتطبيقات معينه. فانا لو قدرت ان انا اطور مواد واعمل مواد جديده، انا اسمي ماتيريال ساينتست او عالم مواد، ان انا بكتشف مواد جديده بتفيدني في ايه، بتفيدني في ابلكيشن مختلفه. طب انا ليه بدرس علم المواد، ايه اهميه ان انا بدرس علم المواد. علم المواد لازم اول حاجه تكون عارف كويس الماده بتاعتك ديت ايه ودارسها كويس. ليه؟ عشان لو قابلتك مشكلة في تصنيعها أو مشكلة في الابليكيشن تعرف ازاي تحلها. ثانيا، لو أنا شغال في ابليكيشن معين فأنا متاح قدامي آلاف المواد، ازاي أقدر أختار المادة أو البيست ماتيريال أو أفضل ماتيريال هتقوم لي بالوظيفة اللي أنا عاوزها. فأنا لازم أسأل نفسي سؤال أما أجي أختار المادة، هل المادة ديت بتمتلك الماكسيمم اور ايديال كومبينيشن اوف بروبرتيز، هل عندها الماكسيمم او افضل او اعلى كومبينيشن من الخصائص اللي انا محتاجها في الابلكيشن بتاعي، ايه هي افضل ماده عندها الخصائص اللي هتعمل فولفيل او هتعمل ساتيسفاي بالنسبه لي ان انا استخدمها في ابلكيشن معين. بعد كده هل الماده ديت الخصائص بتاعتها ديت ثابته ولا بتتغير مع الوقت؟ deterioration او deteriorative properties هو التغير الخصائص نتيجه لتاثير معين. فانا
عاوز المادة تكون ليها خصائص معينة، والخصائص دي تكون ستيبل، تكون ثابتة ما بتتغيرش نتيجة لتأثير معين. فمن هنا جت أهمية علم المواد، إن أنا لازم أعرف بالظبط المواد، لازم أقدر أخلق مواد جديدة، أدرس المواد دي كويس، أعرف الخصائص بتاعتها كويس عشان أقدر أعمل لها أبليكيشن في الأكيوريت أبليكيشن، يعني في التطبيق المظبوط المناسب للخصائص بتاعتها. طب هل في فرق بين الماتيريال ساينس والماتيريال انجينيرينج؟ آه طبعا في فرق. أنت لسه قايل الماتيريال ساينس إن أنت بتجيب مواد جديدة، بتعمل ديفلوبمنت للمواد جديدة، كمان بتدرس العلاقة اللي بين الاستراكشر وبين الخصائص. يعني انت في الماتيريال ساينس انت بتجيب مادة جديدة، بس مش بس كده، كمان بتدرس العلاقة اللي بين الاستراكشر بتاع المادة ديت والخصائص الموجودة في المادة. اما ايه الماتيريال انجينيرينج؟ الماتيريال انجينيرينج انت بتحاول تعدل او تزود في خصائص المادة ديت عشان تناسب التطبيق بتاعك او الابليكيشن بتاعك. طب اعدل فيها ازاي؟ نتيجة لتغيير الاستراكشر. يبقى انا بعدل في الاستراكشر بتاع المادة عشان اعدل خصائص المادة عشان تطبق في ابليكيشن تاني مختلف. يبقى تاني يا شباب، الماتيريال ساينس معناها ان انا بعمل ديفلوبمنت لمواد جديدة، بدرس الاستراكشر بتاع المادة، وبدرس خصائص المادة ديت. لكن الماتيريال انجينيرينج هو ازاي اعدل خصائص المادة. طب هعدل خصائص المادة ازاي لو انا عدلت الاستراكشر بتاعها؟ يبقى انت دلوقتي بتقول لي ان في علاقة بين الاستراكشر وبين الخصائص بتاعت المادة. بالظبط كده، لو الاستراكشر اختلف خصائص المادة بتختلف. لو انا عدلت الاستراكشر او التكوين بتاع المادة بعدل خصائص المادة. يعني ايه استراكشر؟ الاستراكشر هو الترتيب بتاع الانترنال كومبوننت بتاعت المادة، يعني ترتيب الاتومز اللي هي الذرات، او ترتيب المولكيولز الجزيئات، التكوين بتاع المادة، الترتيب بتاع المادة، ترتيب الاتومز مترتبة ازاي، الاستراكشر ده ازاي. طب والاستراكشر دوت حاجة واحدة؟ لا، الاستراكشر ليه اكتر من تقسيمة. لو الاستراكشر دوت انا ممكن اشوفه بعيني بالنجد اي، ده بسميه ماكروسكوبيك ستراكشر. يعني ممكن اشوف المادة اقول ديت معدن، لا ديت مش معدن، ديت بلاستيك، ديت سيراميك، دي اسمها ماكروسكوبيك ستراكشر. انا عرفت التكوين بتاعها بالفيجوال بالنيكد اي. لكن لو انا محتاج مايكروسكوب عشان اشوف الاستراكشر دوت فبسميه ميكروسكوبيك ستراكشر. ايه هو الميكروسكوبيك؟ جاي من اسمه، يبقى انا بستخدم ميكروسكوب عشان اشوف الاستراكشر بتاع المواد. طب الميكروسكوب دوت بيوريني ايه؟ بيوريني الجروبز بتاعت الاتوم، الانترنال كومبوننت برضو، بس الجروبز بتاعت الاتومز، الاتومز ديت مترتبه ازاي، الاستراكشر بتاعها مترتب ازاي. في اشهر نوعين من الميكروسكوبات اللي هو السكاننج الكترون مايكروسكوب والترانسميشن الكترون مايكروسكوب. اللي منهم بقدر احدد او اعرف المورفولوجي بتاع المادة، التكوين بتاع المادة، الاستراكشر بتاع المادة، هل هي نانو وايرز ولا نانو تيوبس، في النانو اصلا ولا في المايكرو سكيل. بقدر احدد بالظبط كل الترتيب بتاع المواد وبتاع الجروبز. بعد كده لو نزلت شوية بالليفل بوصل للاتوميك ليفل. يبقى بدأنا بالماكروسكوبك، الحاجة اللي ممكن اشوفها بعينيا، الحاجة اللي اقدر اشوفها بميكروسكوب بسميها ميكروسكوبك. لو انا عاوز اشوف ترتيب الاتومز ذات نفسها واتوم باي اتوم، ده انا كده نزلت للاتوميك ستراكشر، بدرس التكوين الذري بتاعت الماده. لو انا هدرس السب اتوميك ستراكشر يبقى انا كده دخلت ان انا بدرس الانديفيديوال اتومز بتاعت الماتيريال بتاعتي. يبقى الاستراكشر ايه هو الاستراكشر؟ دوت الارنجمنت بتاعت الانترنال كومبوننت بتاعت الماتيريال، ممكن يكون ماكروسكوبيك او ميكروسكوبيك او اتوميك ستراكشر او سب اتوميك ستراكشر. انت كنت لسه بتقول ان في علاقه بين الاستراكشر وبين البروبرتي او الخاصيه او الخصائص بتاعت المواد. يعني ايه بقى بروبرتي؟ البروبرتي حضرتك لو جبت سلك نحاس حطيته في دايره كهربيه فبتلاقيه بيوصل التيار الكهربي.
لكن لو جبت قطعة خشب حطيتها في دايرة كهربية مش هتوصل التيار الكهربي. ديت بالظبط التعريف بتاع البروبرتي بدوت kind and magnitude of response، يعني دوت الاستجابة بتاعت المادة لو انت حطيتها تحت تأثير معين. يعني المادة هتكون كوندكتور لو انا حطيتها في دايرة كهربية ووصلت التيار الكهربي، لكن هتبقى انسيوليتر او عازلة لو انا حطيتها في دايرة كهربية وما وصلتش التيار الكهربي. يبقى البروبرتي ديت الماجنتيود بتاعت الريسبونس او الاستجابة بتاعت المادة سواء بالنوع او المقدار لو انت حطيتها تحت تأثير معين او اسبوند ستيمولس. طيب حضرتك لو جبت سلك نحاس طويل حطيته في دايرة كهربية لقيته بيوصل التيار الكهربي، طب لو انا جبت سلك نحاس قصير شوية مش هيوصل؟ لا، برضه هيوصل التيار الكهربي. عشان كده بنقول ان الخصائص بتاعت المادة لا تعتمد على الشيب او السايز، خصائص المادة بتبقى ثابتة، بس ثابتة لامتى؟ لنفس الاستراكشر. يعني لو الاستراكشر ثابت هتبقى الشيب والسايز وخصائص المادة برضه ثابتة، لكن لو غيرت في الاستراكشر بتاع المادة الخصائص بتاعتها هتتغير نتيجة لأن الشيب اتغير والسايز بتاعها اتغير. طب احنا عندنا كام خاصية ممكن اعمل بيها كاركترايزيشن للمادة؟ في عندي 6 خصائص. اول حاجة الميكانيكال، بعد كده الالكتريكال، ثيرمال، ماجنتيك، اوبتيكال، والديتيريوريتيف. ناخدهم واحدة واحدة. يعني ايه ميكانيكال؟ انت لو حطيت المادة بتاعتك تحت لود او تحت تأثير قوة معينة فبتقيس الاستيفنس وبتقيس السترينث وبتقيس التافنس، دي كلها علاقة بالميكانيكال. يعني ايه ستيفنس ويعني ايه سترينث هناخدها بالتفصيل ان شاء الله، لان كل واحدة من دول ليها ان شاء الله محاضرة او كل 2 ليهم محاضرة هيتجمعوا مع بعض فيها ونعرف بالظبط يعني ايه ستيفنس ويعني ايه سترينث يعني ايه تافنس. يعني ايه كوندكتيفيتي يعني ايه ريزيستنس، دي اللي علاقه بالالكتريكال بروبرتيز او الخصائص الكهربيه. الثيرمال بيهيفير او السلوك الحراري، هل لما هي بتوصل حراره ولا لا، فمنها بعرف الهيت كاباسيتي والثيرمال كوندكتيفيتي. هل الماده ديت لها خصائص مغناطيسيه ولا لا، يبقى انا لو حطيتها في مجال مغناطيسي هتستجيب للمجال المغناطيسي ولا لا. برضو الاوبتيكال بروبرتيز، هل هي ترانسبيرنت، هل هي اوباك، هل هي نون ترانسبيرنت، ايه هو الريفراكتيف اندكس بتاعها. الديتيريوريتيف هو الكيميكال رياكتيفيتي بتاعت الماده، زي ما انت عارف الايرن او الحديد لو انت حط او سبته في جو رطب لفتره طويله هيحصل له كوروجن، يبقى هو السترينث بتاعته عاليه بس مع مرور الزمن بيحصل له كيميكال رياكشن اللي هو كوروجن اللي هو بيحصل بعد كده مثل راست اللي هو التاكل، فالخصائص بتاعته بتتغير بيبقى مادة هشة مش مادة ليها سترينس عالية، فدي هي الديتيريوريتيف. يبقى احنا دلوقتي قلنا ان الخصائص بتعتمد على الاستراكشر والاستراكشر هو اللي بينتج لي الخصائص. طب هل في ايه هو اللي بيعتمد على الاستراكشر؟ هل الاستراكشر دوت معتمد على ايه؟ معتمد على طريقة التحضير اللي انت حضرت بيها المادة بتاعت حضرتك. يبقى البروسيسنج او البروسيس او الميثود اللي انت حضرت بيها الماده دي هتاثر على الاستراكشر، والاستراكشر بيأثر لي على الخصائص، والخصائص او البروبرتيز اللي طلعت بتاعت الماده دي بتحدد لي البرفورمانس بتاع الماده او الابليكيشن انا هطبقها في ايه. ده اكزامبل لتلات عينات من نفس الماده، الثلاثه المونيوم اوكسايد. لقيت واحده ترانسبيرنت، واحدة سيمي ترانسبيرنت، والتانية اوباك، يعني واحدة ليها نفاذ للضوء وواحدة شبه نفاذة للضوء وواحدة معتمة ما بتعديش الأشعة الضوئية، مع ان التلاتة نفس الماتيريال ألمونيوم اوكسايد. طب ايه الفرق؟ لان الاستراكشر دي اتحضرت بطريقة ودي اتحضرت بطريقة تانية ودي اتحضرت بطريقة تالتة. فأول طريقة لقينا إن كل الأتومز مترتبة في 3 دايمنشنز بنفس الترتيب اللي هي مدياني حاجة اسمها سنجل كريستال، دي إن شاء الله نعرفها بالتفصيل في المحاضرة الجاية. يعني إيه سنجل كريستال؟ يعني إيه بولي كريستالين؟
يعني ايه الماده كريستالاين، يعني ايه امورفس. فالسنجل كريستال معناها ان جميع الاتومز اللي بتكون الاستراكشر مترتبه بطريقه بيرفكت، بطريقه بيرفكت في 3 دايمنشن. على عكس هنا لقيت ان الماده مش سنجل كريستال، دي بولي كريستالاين ماتيريال، يعني كل منطقه فيها ترتيب معين للاتومز، بالاضافه ان مفيش عندي بروستي، مفيش بورز موجوده. فالباوندري اللي موجود بين الجرينز في الماده ديت او في العينه ديت دي بتعمل زي منطقه عكسه او بتعمل ريفليكشن للضوء، فعشان كده في جزء من الضوء بيعدي وفي جزء من الضوء بيحصل له ريفليكشن. على عكس هنا، ده انا عندي الماده بولي كريستالاين وعندي كمان فيها بورز، يعني فيها مسام. فالباوندري بتاع الجرينز بيعكس الاشعه الضوئيه، كمان البورز بتشتغل او بتعمل كاسكاتر بوينت، بتشتت الاشعه الضوئيه، فالماده بتظهر كانها اوباك. يبقى الثلاثه ماده واحده، واحده سنجل كريستال فبقت نفاذه للضوء، ففي واحده لقيتها ترانسبيرنت، وفي واحده سيمي ترانسبيرنت، وفي واحده اوباك. يبقى دلوقتي في علاقه بين البروسيس اللي انت بتستخدمها في التحضير والاستراكشر اللي طالع، وفي علاقه بين الاستراكشر وخصائص الماده اللي منتجه، والخصائص دي بتحكم لي البرفورمانس او الابليكيشن بتاع الماده. طب انا اعرف الاستراكشر واعرف خصائص الماده ازاي؟ عن طريق الكاركترايزيشن. لو انا عملت كاركترايزيشن او توصيف للماده بتاعتي، سواء كان بالمايكروسكوبس او باي تكنيك تاني، ممكن احدد الاستراكشر او احدد خصائص الماده. دوت مثال بيقول لك انت عاوز ايه من الماتيريال، انت هتختار الماتيريال ازاي. فبيقول لك مع مرور العمر، نتيجه للتقدم في السن او نتيجه المرض، في بعض الاجزاء من الجسم بيحصل فيها عيوب او مشاكل، خصوصا الهيب او عظمه الفخذ. فانت لو في مشكله في عظمه الفخذ واضطرينا نعمل عمليه ونعمل ريبليسمنت ليها، يعني استعاضه او استبدال ليها، فانت لازم تفكر الماده اللي هحطها مكانها لازم يكون عندها خصائص ايه. اول حاجه ديت ماده تتحط في جسم الانسان، يبقى لازم تكون بايوكومباتبل. ثانيا دي ماده هتشتغل محل العظم، فلازم يكون ليها ميكانيكال سترينث كويسه، يبقى يكون ليها ميكانيكال سترينث كويسه ويكون ليها جود لوبريسيتي، او زي يعني لوبريكانت اللي هو زي شحم، اللي هو يعني تشتغل، يكون في مادة تشتغل زي الغضروف او زي يعني تحل محل الغضاريف. كمان يكون بايكومباتبل، تكون متوافقة او متجانسة مع الانسجة بتاعت الجسم عشان ما تعملش توكسيستي. فانا لما اجي اختار ماتيريال، مش بحضر الماتيريال وبعد كده بعملها كاركترايزيشن وبعد كده بعرف خصائص بتاعتها وبعد كده بدور لها على الابليكيشن. عكس البروسيس ديت هو اللي بيحصل، ان انا اول حاجه احدد الابليكيشن اللي انا عايزه، والابليكيشن دوت محتاج اي خصائص، ايه هي الريكوايرد بروبرتيز، سواء كانت ميكانيكال، الكتريكال، ثيرمال، ماجنتيك، اوبتيكال، اي خاصيه. من الخصائص ديت بقدر اشوف المواد اللي عندها اللي هتحقق لي الخصائص ديت، سواء كانت بالستراكشر او الكومبوزيشن. بعد كده الماتيريال ديت احضرها ازاي، هعملها ازاي، ايه الميثود اللي انا هستخدمها في تحضير الماده ديت عشان تنتج لي الاستراكشر والكومبوزيشن اللي انا محتاجه. هل الكاستنج ولا سنترنج ولا فيبر ديبوزيشن ولا طريقه الدوبنج ولا الفورمنج الانيلنج، هعمل ايه بالظبط عشان انتج الماده ديت. يبقى انا كده المفروض اول حاجه بحدد الابليكيشن، الابليكيشن دوت محتاج خصائص ايه، الخصائص ديت موجوده في اي مواد، المواد ديت هحضرها باني ستراكشر واي كومبوزيشن. بعد كده اخر حاجه بنشوف طريقه التحضير. الصوره ديت مشروبات غازيه بس في 3 كونتينرز مختلفين، ديت جلاس، والصوره ديت كانز او الومنيوم، والصوره ديت في البلاستيك. التلات انواع دول هما الميجور كلاسيفيكيشن للماتيريالز. يبقى انا عندي جلاس اللي هو سيراميك،
يا اما عندي الومنيوم اللي هو ميتالز، يا اما عندي بلاستيكس اللي هي البوليمرز. يبقى المواد عندي بتتقسم لثلاث حاجات رئيسيه، يا اما سيراميكس يا اما ميتالز يا اما بوليمرز اللي هي البلاستيكس. هنتكلم عن واحد واحد فيهم. ايه هي التايبس اوف ماتيريال؟ اول حاجه الميتالز، وانت عارف من خصائص الميتال بيكون سترينث، السترينث بتاعتها بتبقى عاليه وتبقى داكتل اللي هي عندها مرونه اللي هي قابله للتشكيل، كمان موصله جيده للالكتريكال والثيرمال، وبتكون اوباك وبتكون او بتعكس الاشعه الضوئيه يعني ريفليكتيف للاشعه الضوئيه. البوليمرز او البلاستيك دي بيكون عندها كوفيلنت بوند، وديت من مميزاتها او من خصائص بتاعتها، بتكون سوفت وداكتل ولو سترينث، والدنسيتي بتاعتها بتكون قليله. وبرضو بنسميها انسيوليترز. يعني ايه انسيوليترز؟ يعني هي مش بتوصل لا ثيرمال ولا الكتريكال تشارجز. ومن خصائص الضوئيه بتاعتها بتكون يا اما ترانسبيرنت او ترانسلوسنت، يعني شفافه او شبه شفافه او سيمي ترانسبيرنت. السيراميكس اللي بيكون البوند، ونتكلم عن البوندنج دلوقتي بالتفصيل، بتكون ايونيك بوند. وايه هي السيراميكس؟ السيراميكس دي بتكون ماده هشه ونون كوندكتنج، برضو انسيوليتر. طب نمسك واحد واحد ونتكلم عليه بالتفصيل. ايه هي الميتالز؟ الميتال دوت يا اما يكون هو عنصر بيور او ميتال بيور، وده بيتكون من عنصر واحد فقط، فبتلاقي الاتومز كلها ليها نفس السايز. لو انا عندي قطعة حديد فهي كلها متكونة من الحديد فقط، فكل الاتومز عبارة عن عنصر الحديد، فبتبقى كلها ليهم نفس السايز. على عكس الالوي، ايه هي الالوي؟ اتنين او تلاتة ميتال مع بعض، زي مثلا الستانلس ستيل دوت حديد مع كروميوم او مع منجنيز، فبتلاقي في فرق في السايز بين الاتومز، ومنها بيحصل فيه distortion للكريستال ستراكشر او لللاتس ستراكشر. distortion يعني تشوه، في disorder حصل في الارنجمنت بتاع الالوي نتيجه ان عندي different sizes من الاتومز. الميتالز ليها general كده properties، ان تبقى stiff و strong، ductile اتكلمنا عنها من شويه، resistance to fracture هي مقاومه للفراكشر، و good conductors للالكتريستي والهيت، نون ترانسبيرنت للفيزبل لايت. في منهم زي الايرن والكوبالت والنيكل، دول بيبقى ليهم ماجنتيك بروبرتيز. سيراميكس يعني ايه سيراميك؟ انت قلت دلوقتي ان الميتال بيكون عنصر واحد او معدن واحد او فلز واحد، لكن السيراميك دي بتبقى ميتال مع نون ميتال، ميتال مع نون ميتال. يعني لو جبت الالومنيوم مع الاكسجين، الالومنيوم ميتال والاكسجين نون ميتال، فبسميها الالومينا ديت او الالومنيوم اوكسايد، ده بيكون ماده سيراميك. لو جبت السيليكون دايوكسايد اللي هو السيليكا اللي هو سيليكون ميتال مع نون ميتال، ده بنسميها ماده سيراميك. فالسيراميك ماتيريالز هو ميتال مع نون ميتال، يبقى انا عاوز عنصرين مش عنصر واحد، ميتال مع نون ميتال. بيبقى ليها برضو جنرال بروبرتيز اللي هو تبقى ستيف سترونج، lack of ductility ما عندهاش مرونة عالية، susceptible to fracture يعني ليها قابلية أو حساسة للكسر، insulators for heat and electricity ودي بتكون عازلة للحرارة والكهرباء، عشان كده بتستخدم في أفران الحرق لدرجة حرارة عالية. لو في مثلا أفران بتحرق عند 2000-3000 بتبقى أكيد المادة اللي متبطنها مادة سيراميك. والسيراميكس بتبقى يا إما transparent، في منها بيكون transparent وفي بيكون translucent او ماده شبه شفافه، او منها يكون ماده معتمه او اوباك. في امثله ليها او في بعضها زي الايرون اوكسايد، ده بتكون ماده ماجنتيك ليها خصائص مغناطيسيه. يعني ايه بوليمر؟ البوليمر ديت بتشمل البلاستيك والربر. مش عارف برضو عن ايه بوليمر. البوليمر دوت لو انت خدت كورس عن البوليمرات، انت بتجيب مونومر، المونومر دوت بتعمله عمليه بوليمرايزيشن، فالسايز بتاعه بيبدا يكبر لغايه ما يكون البوليمر ماتيريال. اشهر طريقتين للبوليمرايزيشن اللي هو الاديشن بوليمرايزيشن والكوندنسيشن بوليمرايزيشن.
دي الطريقتين اللي بنكون بيهم البوليمرز او البلاستيكس. اشهرهم بيكون البولي ايثيلين والنايلون، البولي فينايل كلورايد اللي بتستخدم في المواسير بتاعت المية والصرف الصحي، البولي كربونات والبولي ستايرين والسيليكون رابر. دي كلها امثلة للبوليمرات. طب ايه هي خصائص البوليمرات؟ بتكون نان ستيف، مش مواد صلبة، اكستريملي داكتل، هي مرنة جدا، ومادة سوفت وهي مادة انرت، ولو الكتريكال كوندكتيفيتيز. في بعض من البوليمرات بيوصل التيار الكهربي بس بطريقة يعني اكيد طبعا مش زي الميتلز، وبتدي كلها بتبقى مواد نان ماجنتيك. كلاسيفيكيشن جديد ما اتكلمناش عنه اللي هو الكومبوزيت. انت قلت دلوقتي ان معظم المواد او الكلاسيفيكيشن بتاعت المواد بتكون يا اما ميتلز يا اما سيراميكس يا اما بوليمرز. ايه الكومبوزيتس؟ انت لو جبت اي اتنين من التلاتة اللي فاتوا دولت دمجتهم مع بعض انت كده عملت كومبوزيت. يبقى الكومبوزيت ان انا بعمل ميكسينج لاتنين او اكثر من الانديفيدوال ماتيريالز اللي هي الميتلز والسيراميكس والبوليمرز. يعني ممكن اعمل كومبوزيت من الميتال مع السيراميك، او الميتال مع البوليمرز، البوليمر مع السيراميك، وهكذا. طب ايه اهميه البوك كومبوزيت؟ انا ليه بعمل اصلا كومبوزيت؟ عشان اخد الميزه او الخصائص بتاعه الاثنين مع بعض. يبقى باخد ميزه الماده ديت وباخد ميزه الماده ديت فبعمل كومبوزيت مع بعض. اشهرهم او اشهر كومبوزيت اللي هو الفايبر جلاس. طب لو قارنت بين المواد او بين الماتيريالز على حسب الاستيفنس، على حسب الاستيفنس، ايه هو الاستيفنس؟ قلنا نتكلم عنه بالتفصيل في الميكانيكال بروبرتيز بتاعت المواد، بس ناخد نبذه عنه. ان انا لو اثرت على الماده او على الماتيريال بلود معين، بعد ما اشيل اللود ديت مفروض الماده ترجع للدايمنشن بتاعها الاوليه. فبشوف الماده بعد ما اثر عليها بلود هترجع تاني للاصل بتاعها ولا لا. فلو قسمنا المواد على حسب الاستيفنس بنلاقي الميتالز والسيراميك والكومبوزيتس هما افضل حاجة او ليهم اعلى قيم، على عكس البوليمرز لو اثرت عليها بلود او بقوة معينة مش بترجع تاني للدايمنشن الاساسية بتاعتها. طب لو اتكلمت عن سترينس، الصلابة او انها تستحمل قوة قد ايه، طبعا اعلى برضو حاجة هتلاقيها الميتالز، بعديها الكومبوزيتس، بعد كده السيراميكس، وفي الاخر البوليمرز. طب الريزيستنس تو فراكتشر اللي هو مقاومه الكسر، طبعا الميتالز والكومبوزيتس هم اعلى حاجه، بيجي بعد كده السيراميكس والبوليمرز. في الكتريكال كوندكتيفيتي او التوصيل الكهربي، في ماده جديده ظهرت، دي مش كومبوزيت، دي سيمي كوندكتور. ايه السيمي كوندكتور؟ انت درست زمان ان الجدول الدوري فيه فلزات اللي هو الميتلز، وفي لا فلزات، وفي اشباه الموصلات او اشباه الفلزات اللي هي السيمي كوندكتورز. فاحنا بنقسم الماتيريالز على حسب الالكتريكال كوندكتيفيتي، يا اما ماده موصله زي الميتلز والسيمي كوندكتورز، يا اما مواد انسيوليتورز. انسيوليتورز تشمل السيراميكس وتشمل البوليمرز. طب انا محتاج ايه من المواد الجديده؟ انا عندي هاي تكنولوجي، في ابلكيشن جديده ظهرت، في حاجات كتير ظهرت، يبقى انا محتاج برضو ماتيريالز جديده تعمل لي او تكون ليها خصائص تقدر فولفيل الابلكيشن دوت. ادفانسد ماتيريالز، انا عاوز مواد جديده تعمل لي ثوره جديده في الابلكيشن اللي انا محتاجها. زي ايه؟ زي الالكترونيك equipment، الهارد ديسك والدي في دي والسي دي والحاجات دي كلها، الكمبيوترز، الفايبر اوبتيك سيستمز، السبيس كرافت، الاير كرافت، دي كلها محتاج ادفانسد ماتيريال، محتاج مواد جديده تقدر تستخدم في الابلكيشن دوت. طب ديت ممكن تكون من ايه؟ اكيد برضو بتشمل الميتالز والسيراميكس والبوليمرز، زي السيمي كوندكتورز، اشباه الموصلات لسه متكلمين عليها دلوقتي، وقلنا ان هي حلت محل الفلزات. يعني الاجهزة المنزلية قديما كان بيبقى اللي فيها النحاس، والنحاس دوت فلز،
طب ما انت لسه كنت بتقول ان التوصيل الكهربي للفلزات اعلى من اشباه الفلزات. طب هو ليه اشباه الفلزات او السيمي كوندكتورز حلت محل الميتالز طالما ان الميتالز اعلى في الكوندكتيفيتي من السيمي كوندكتورز؟ لان لقينا في خاصية جميلة جدا في السيمي كوندكتورز. السيمي كوندكتورز في الروم تمبريتشر هي اقل من الميتال في الكوندكتيفيتي، لكن لما ترتفع درجة الحرارة الكوندكتيفيتي بتاعت السيمي كوندكتورز بيحصل لها انهانسمنت او بتزيد على عكس الميتالز. الميتال لو زودت درجة الحرارة الكوندكتيفيتي بتاعت الميتالز بتقل مش بتزيد. فانت لو مستخدم اللابتوب بتاعك بتستخدمه بالساعات فدرجة الحرارة بتاعته بتزيد. فالمفروض لو انت مستخدم كومبوننت من سيمي كوندكتورز ما تأثرش قوي لو انت مستخدم اللابتوب لساعات او حتى ايام، لان مع درجة الحرارة العالية التوصيل الكهربي بتاع سيمي كوندكتور بيزيد على عكس الميتالز. لو انت كنت يعني استخدمت كمبيوتر من بتوع زمان بتلاقي لو استخدمته فترة طويلة يقول لك الكمبيوتر بيهنج. يعني ايه بيهنج؟ يعني خلاص التوصيل الكهربي بتاعه قل نتيجة ان في كومبوننت فيه ميتالز، فمع الاستعمال الكتير درجة الحرارة بتعلى فالتوصيل الكهربي بيقل. عشان كده السيمي كوندكتورز بنقول ان هي عملت ثورة في عالم الالكترونيكس، لان باستخدامها التشيب والحاجات دي كلها من السيمي كوندكتورز، لان استخدامها مع استخدامها لفترة طويلة درجة الحرارة بتعلى، فدرجة الحرارة ما بتعلى التوصيل الكهربي بتاعها بيزيد مش بيقل. في برضو البايو ماتيريالز ديت لو حد لا قدر الله عنده اي مشكلة نتيجة لمرض او نتيجة لدمج لبادي او لبارت من اجزاء الجسم يعني، فلازم نعمل له استعاضة او ريبليسمنت. فاحنا كده برضو محتاجين ماتيريال. الماتيريال ديت لازم تكون نان توكسيك ولازم تكون كومباتيبل مع البادي تيشوز مع الانسجة بتاعت الجسم. ديت ممكن نستخدم فيها ايه؟ ممكن نستخدم فيها الميتالز او السيراميكس او البوليمرز. في الغالب بتكون البوليمرز او الكومبوزيت بتاعت البوليمرز عشان ما تبقاش ليها اكتيفيتي او رياكتيفيتي مع اجزاء الجسم. زي مين؟ زي الارتفيشال سكن اللي هو الجلد الصناعي، او الهيب جوينت اللي هو عظمة الفخذ او المفصل بتاع الفخذ، او صمامات القلب لو حد بيغير صمام قلبه ولا حاجة. دي كلها من ماتيريالز فيها ميتالز مع سيراميكس مع بوليمرز او كومبوزيت بوليمر مع ميتال. السمارت ماتيريال دي برضو كلاسيفيكيشن جميل جدا من الماتيريال، دي بنسميها الستيت اوف ذا ارت، يعني ديت اخر صيحه في عالم الماتيريالز. ايه ديت؟ يعني ليه سميناها سمارت او انتليجنت؟ لان الماده ديت بتحس بتغيير معين في البيئه وبتديك استجابه معينه. ازاي؟ لو اتكلمنا عن الارتفيشال سيليا، الارتفيشال سيليا دوت نوع من انواع البوليمرات كوبوليمر. لو حطيته في بيئه فيها اتش سي ال اللون بتاعه بيتغير من الاصفر للريد للاحمر، ولو حطيته في بيئه بيزك او بيئه فيها امونيوم هيدروكسيد بيرجع تاني من الاحمر لليلو للاوريجينال كلر بتاعه، ولو زودت عليه درجه الحراره بيديلك فلوريسنس. فانت ممكن تستخدمها في الحاجات الطبية، زي مثلا واحد لا قدر الله بيستخدموها في التشخيص المبكر للأزمات القلبية او في غيبوبة السكر. يعني لو خلي بالك انت مفروض تاخد دواء سكر دلوقتي، فبتديلك زي جهاز بيتركب فبيقولك بالظبط خد دواء سكر او اشرب مية هكذا. دي كلها نتيجة للسمارت ماتيريالز او الابليكيشن بتاعتها في الميديكال فيلد. يعني برضه نانو ماتيريالز، النانو ماتيريالز دي يعني مش هنقول بقت من اشهر حاجة، يعني ديت هي الموضة بتاعت الماتيريالز، لاننا لقينا حاجة غريبة جدا في النانو سكيل او المواد المحضرة في النانو. يعني ايه نانو اصلا؟ يعني انا بنزل بالمادة للنانو سكيل. النانو سكيل اللي هو كام؟ 10 اس سالب 9 من المتر. يعني انا لو قعدت اقلل السايز بتاعت المادة لغاية ما اوصل للنانو سكيل بلاقي حاجات غريبة بتحصل. يعني مثلا حضرتك عارف وحضرتك عارفة ان الجولد او الذهب لونه اصفر، لو نزلت بالسايز بتاعه للنانو سكيل بلاقيه ممكن يبقى لونه احمر، لونه بينك، اي لون تاني. لو مادة مواصلة التيار الكهربي بتلاقيها في النانو سكيل بقت انسيوليتور،
لو مادة انسيوليتر بتلاقيها في النانو سكيل بقت كوندكتيف، فالنانو سكيل مش عمل ثورة، ده عمل تغيير في كل الماتيريالز. كل الناس شغالة دلوقتي في النانو ماتيريالز، لدرجة احنا دلوقتي الكلية بتاعتنا او كلية الدراسات العليا دي متخصصين في تحضير النانو ماتيريالز، وعندنا قسم متخصص في علوم المواد وتكنولوجيا النانو، ان انا ازاي احضر المواد في النانو سكيل عشان اغير الخصائص بتاعت المادة واستخدمها في تطبيقات مختلفة. في اول المحاضرة انت قلت ان الخصائص بتاعت المادة معتمدة بالستراكشر، فانت لما تغير الاستراكشر نتيجة لتغيير السايز او تغيير المورفولوجي، المورفولوجي يعني الشكل بتاع المادة، انا محضر نانو واير ولا نانو تيوب ولا نانو بارتيكل، كل ديت من نفس المادة مورفولوجي مختلفة بيديك خصائص مختلفة. كمان لو البالك ماتيريا، لو المادة بتاعتك اكبر من النانو سكيل، لو نزلت للنانو سكيل بتلاقي كل الخصائص برضو اختلفت. طب ودي هتفيدني بايه؟ دي كلها اشكال من الكربون، دي كلها عنصر الكربون، ولكن متحضر باشكال مختلفة، يعني استراكشر مختلف، يعني خصائص مختلفة، يبقى ابليكيشن مختلف. يبقى الكربون نانو تيوب، الجرافين، الكونشيت، النانو كون، الفلورين بول، دي كلها اشكال من الكربون ولكن الاستراكشر بتاعها مختلف، يبقى خصائصها مختلفة، يبقى الابليكيشن برضو هيكون مختلف. طب ممكن استخدم النانو ماتيريالز ديت في ايه؟ لا دي في حاجات كتير، مش في حاجات كتير، لا دي في كل الابليكيشنز. بستخدمها في كاتاليتيك كونفرتر الاوتوموبيل او السيارات، في يبقى في اللي هو الشكمان بيطلع التوكسيك جازز، فممكن تحط فيها كونفرتر او كاتاليتيك كونفرتر دوت بيقلل من عوادم السيارات. الكربون نانو تيوب ده بيستخدم في الانرجي او الانرجيكال ابلكيشن عموما زي السوبر كاباستورز والباتريز وغيره. وممكن الكربون بلاك لو بيستخدم في ان انا احسن بيه التايرز او العجل بتاع السيارات. كمان التنس بولز دخل فيها النانو كومبوزيتس او النانو ماتيريال عشان تحسن الستيفنس بتاعتها. كمان الماجنتيك نانو سايز جرينز ذات ار يوزد فور هارد ديسك درايفز، كمان الهارد ديسك درايفز او الهارد ديسك دخل فيها النانو ماتيريالز. هو في الغالب النانو ماتيريالز دخل في جميع المجالات مش في دول بس. كمان طب في لسه عندنا تشالنج، طالما احنا لسه شغالين في المعامل يبقى احنا لسه عندنا مشكله. يعني مثلا لو اتكلمنا عن الخلايا الشمسيه، لغايه دلوقتي احنا مش لاقيين ماده او ماتيريال تحول اشعه الشمس لالكترونات. انت عارف ان السولار سيلز او الخلايا الشمسيه ده ديفايس او جهاز بيعمل كونفرجن او تحويل لاشعه ضوئيه لالكتريستي او لكهرباء، فانت لازم الماده ديت الافشنس بتاعتها تكون عاليه ان هي تقدر تحول الراديشن بتاع الشمس لالكترونز بكفاءه عاليه. يعني لو منزل 100 فوتون مفروض يبقى عندي 100 الكترون، يبقى كده الافشنسي 100%، لكن براكتيكالي دوت مش موجود. اعلى افشنسي ممكن نوصل لها حاليا حوالي 45-50%، فدي طبعا مشكلة ماتيريالز. يبقى انا محتاج ماتيريال اقدر من خلالها ان انا اعلي الافشنسي بتاعت السولار سيلز، ومحتاج برضو ماتيريالز ان انا اقلل بيها الوزن بتاع الفيكلز او الحاجات الترانسبورتيشن زي الاوتومبيلز او السيارات وزي الايركرافت الطيارات وزي القطارات، وان انا احسن كمان الانجن اوبريتنج تمبريتشر ان هو الانجن يشتغل في درجات حراره عاليه. ليه؟ عشان يديني باور عاليه فاقلل من استهلاك الوقود اللي انا بستعمله. فانا برضو محتاج للمواد ديت ان انا ادور على ماده تحسن لي اداء السولار سيلز، تحسن لي اداء الترانسبورتيشن فيكلز، تحسن لي اداء الفيول سيلز، ده جهاز تاني اللي هو ممكن من خلاله عن طريق كيميكال رياكشن بنتج برضو الكتريستي. وفي انتاج الماتيريالز عموما لازم احافظ على الانفايرمنت، فده برضو تشالنج ان انا في انتاج الماتيريال لازم اتاكد ان مفيش توكسيك سبستانسز ار بروديوسد. كده احنا خلصنا يعتبر شابتر واحد، وخدنا يعني ايه ماتيريالز، ايه الفرق بين الماتيريال ساينس والماتيريال انجينيرنج، يعني ايه كلاسيفيكيشن بتاعت الماتيريالز، ايه ميتالز، ايه بوليمرز، ايه سيراميكس،
خدنا الادفانسد ماتيريالز، خدنا النانو ماتيريالز، البايو ماتيريالز، السمارت ماتيريالز، كل دي كلها كانترودكشن عن الماتيريالز. شابتر 2 بنتكلم عن الاتوميك ستراكشر، ودي حاجات سهله يعني طبعا حضراتكم درستوها كلها في ثانويه عامه، هنراجع بس كده عليها بسرعه. اول حاجه يعني اتوميك ستراكشر يعني التكوين الذري. الذره بتتكون من ايه؟ من الكترونز وبروتون ونيوترونز. خدت حاجه اسمه العدد الذري والعدد الكتلي. العدد الذري هو عدد البروتونات او عدد الالكترونات، العدد الكتلي هو عدد البروتونات زائد عدد النيترونات. طيب هيفيدني بايه الكلام ده كله؟ عشان انت عارف ان الكيميكال والالكتريكال والثيرمال والاوبتيكال كل الخصائص ديت بتعتمد على التوزيع الالكتروني او الاستراكشر او الالكترونيك استراكشر بتاع الماده. يبقى خصائص الماده سواء كانت كيميكال الكتريكال ثيرمال اوبتيكال برضه بتعتمد على الالكترونيك استراكشر او التكوين الالكتروني او التوزيع الالكترونات بتاع الماده. طيب انت فاكر برضو يعني ايه الكترونيك استراكشر؟ انت خدت الالكترونات ديت بموجوده في مستويات طاقه، مستويات الطاقه ديت عددها 7 اللي بنسميها البرنسبل كوانتم نمبرز او اعداد الكم الرئيسيه اللي هو كي ال من او بي كيو. وبعد كده خدت ان في حاجه اسمها المستويات الطاقه الفرعيه اللي هو اس بي دي اف اللي هو السب سايدري او اللي هي مستويات الطاقه الثانويه. خدت بعد كده الماجنتيك وخدت بعد كده السبين. دي كلها اللي هي اعداد الكم، عدد الكم الرئيسي والثانوي والمغزلي والمغناطيسي. يعني اكيد طاقه المستوى 1S مش زي المستوى 2S، وال2S غير ال2B وال2B وهكذا. بنوزع فيها الالكترونات، فمن هنا جه الالكترون كونفيجريشن. لو انا عاوز اوزع الهيدروجين دوت ليه اتوميك نمبر او ليه الكترون واحد، فبنقول ان هو الاوربيتال 1s هياخد الالكترون دوت. الليثيوم 3 فيبقى 2s، لان انت عارف ان الاس دوت مستوى او في اوربيتال واحد فبيشيل 2 الكترون. البي في 3 اوربيتال هيشيل 6 الكترون. الدي في 5 اوربيتال هيشيل 10 الكترون. واخيرا الاف في 7 اوربيتال هيشيل 14 الكترون. وبنقدر منها نوزع مستويات الطاقه. لو انت بصيت لي مثلا الليثيوم هتلاقي ان الليثيوم مستوى الطاقة الاخير فيه الكترون. ومن هنا برضو جت توزيع الفلزات. انه لو في تعريف الفلز او تعريف الميتال بيقول ان الميتال هو العنصر اللي فيه مستوى الطاقة الاخير الكترون او اتنين او تلاتة. ليه؟ لان انت عارف برضو هناخد دلوقتي الايونيك بوند انه يقدر يفقدهم بسهولة ويكون الايونيك بوند. يبقى الفلز مستوى الطاقة الأخير بيكون فيه إلكترون أو اتنين أو تلاتة، على عكس اللافلزات بيكون مستوى الطاقة الأخير فيه 5 6 7 إلكترونات، فتبقى أكتر من ناحية الإنرجيتك أو من ناحية الطاقة إنها تكتسب مش تفقد. أمال الكربون عنده في مستوى الطاقة الأخير 4، فدوت بنقول إن هو بيشارك بالإلكترونات، لا بيفقد ولا بيكتسب. ده التوزيع الالكتروني. بنقول ان الكربون عنده 6 الكترون، فيبقى ال 1s 2 2 2 اللي هو مستوى الطاقه الاول 2، بعد كده 4 اللي هو مستوى الطاقه ال مستوى الطاقه الرئيسي. وديت بنسميها الفالانس الكترون او الكترونات التكافؤ. بيقول لك وزع لي او اعمل لي الالكترون كونفيجريشن للحديد. اول حاجه هو الاتوميك نمبر بتاعه 26، فما اجي اوزعه مستوى الطاقه الاول هيبقى 2 الكترون، بعد كده مستوى الطاقه الثاني 8، بعد كده 8 يبقى 2 و8 10، وهنا ال 3s و3b 2 و6 برضو 8، 2 و8 10 و8 18، وادي 2 20. 20 من 26 كده فاضل لي 6 الكترونات عايز اوزعهم. فانت طبعا خدت بقى قاعده هوند وغيره وغيره ان الالكترونات تتوزع فرادى ثم تزدوج. فيبقى عندي هنا في 3 دي في اوربيتال واحد في 2 الكترون، وبعد كده بوزع. فيبقى عندي التوزيع الالكتروني 2 2 6 2 6 6 2. ال 3 دي وال 4s دوت مستويات الطاقه الاخير، فبيبقى ده اسمها الفالانس الكترون. وفي الجدول الدوري انت عارف ان هو مقسم لفلزات اللي احنا لسه قايلين بيكون عندها يا اما الكترون 2 او 3 الكترونات.
ودي بتعطي الالكترونات او بتفقد الالكترونات give up الالكترونز، على عكس لا فلزات ديت accept بتقبل الكترون او اتنين او تلاتة. في عندي العناصر الخاملة دي مستوى الطاقة الاخير في 8 الكترونات، واحنا لقينا ان العنصر او ما يكون مستوى الطاقة الاخير في 8 الكترونات بيبقى العنصر دوت مستقر. يعني ايه مستقر؟ يعني خامل، يعني مش بيعمل اي ربطة كيميائية مع اي عنصر تاني، عشان كده سميناها العناصر الخاملة. ليه هي خاملة؟ لان مستوى الطاقة الاخير بيحتوي على 8 الكترونات تبع قاعدة الثمانيات او الاوكتيتروت. كمان انت درست ان في حاجة اسمها الالكترونيجاتيفيتي او السالبية الكهربية. السالبية الكهربية بتبقى رينج، هي رقم اصغرهم من 0.9 او 9 من 10، واكبر عنصر بيكون السالبية الكهربية بتاعته 4.1 من 10. اقل عنصر هو الفرانسيوم، واعلى عنصر بيكون الفلور. طيب لو تلاحظ ان السلبيه الكهربيه بتزيد في الاتجاه دوت، خدتها زمان في الثانويه العامه ان السلبيه الكهربيه بتزيد من يسار ليمين الجدول. ليه؟ لان عدد البروتونات اللي جوه النواه بيزيد، فتبقى قدره الذره على فقد الالكترونات بتبقى اقل، فتبقى قدره الذره على فقد الالكترونات اقل. فكل ما حجم الذره زاد، كل ما عدد البروتونات اللي جوه النواه زاد، فبتجذب اكتر ليها الشحنات السلبة او الالكترونات، فيبقى انا قدرتي على فقد الالكترونات دي بتبقى اقل. لو جيت تتكلم عن الايونيك بوند او الرابطة الايونية، الرابطة الايونية تتكون بين ميتال ونون ميتال. انا محتاج ميتال مع نون ميتال. ولو انت خدت او تفتكر، ولو انت تفتكر في اول المحاضرة قلنا لما نكون ميتال مع نون ميتال يبقى انا كده عملت سيراميك ماتيريال. يبقى الرابطه اللي بين السيراميك ماتيريال بتكون رابطه ايه؟ ايونيه، ايونيك بوند. زي المغنيسيوم اوكسايد، في في الايونيك بوند لازم يكون عندي ميتال ونون ميتال. الميتال هيحصل له فقد للالكترونات، والنون ميتال هيحصل له اكتساب للالكترونات. يبقى واحد هيفقد وواحد هيكتسب. فانت لو جيت تشوف التوزيع الالكتروني للمغنيسيوم لوحده هتلاقي في مستوى الطاقه الاخير فيه 2. فالافضل للمغنيسيوم ان هو يكتسب 6 الكترونات ولا يفقد 2، عشان يوصل في مستوى الطاقه الاخير ل 8 الكترونات. من الافضل ليه ان هو يفقد الاثنين دول مش يكتسب 6 من ناحيه الطاقه. على عكس الاكسجين مستوى الطاقه الاخير فيه 6، مستوى الطاقه الاخير فيه 6 الكترونات، فهو محتاج 2 الكترون. فالاسهل ان هو يجيب الاثنين الكترون ولا يفقد الستة الكترونات ويبقى مستوى الطاقة الأخير ممتلئ. لا، من الأفضل إن هو يكتسب 2 الكترون ويبقى عنده مستوى الطاقة الأخير فيه 8 الكترونات. يبقى كده وصل للتوزيع الإلكتروني بتاع الغازات الخاملة، يبقى الذرة بقت مستقرة. عشان كده بتتكون رابطة إن عندي ال 2s أو إلكترونات ال 3s، ال 2 إلكترون بيروحوا أو بيحصلوا عملية ترانسفير أو عملية انتقال لمستوى الطاقة الأخير بتاع الأكسجين، ويبقى عندي في 6 إلكترونات وزائد 2 بقى عندي مستوى الطاقة الأخير بقى 8 إلكترونات، بقت الذرة أكثر استقرارا. طب برضو أنت عارف إن الذرة ما تفقد إلكترونات بتحول لأيون موجب. أيون موجب دوت اسمه كاتاين، والذرة ما بتكتسب إلكترونات بتتحول لأيون سالب. دوت فقد 2 إلكترون، فهنا قلنا بلس 2، يعني عدد الشحنات الموجبة اللي هي البروتونات بقت أعلى من عدد الإلكترونات بمقدار 2. أنت عارف إن الذرة المتعادلة بيبقى فيها عدد البروتونات الموجبة بيساوي عدد الإلكترونات السالبة. فطالما هنا المغنيسيوم فقد 2 إلكترون يبقى عدد البروتونات أعلى من الإلكترونات ب2، فقلنا إن هي بلس 2. هنا الاكسجين اكتسب 2 الكترون، فبقى عدد الالكترونات السالبه اعلى من البروتونات ب2، فعملناها ماينس 2 او ان هو اكتسب 2 الكترون. ده اسمه كاتاين، ده اسمه اناين. يبقى الايونيك بوند زي ما انت قلت دلوقتي بتكون بين ايون موجب وايون سالب، بيبقى بينهم ريكواير او بيبقى لازم يحصل الكترون ترانسفير.
بيبقى فيه انتقال للالكترونات من الايون من الكاتاين للانايون، زي ما احنا قلنا المغنيسيوم اوكسايد او برضو في الصوديوم كلورايد. ليه الرابطة اصلا بتتكون؟ لو انت بصيت للتو اتوم، لو عند مسافة كبيرة بين الذرتين مفيش اي قوة بين الذرتين، كل ما المسافة اللي بين الايونز او بين الاتومز ديت بتقل، كل ما المسافة ديت عمالة تقل، الطاقة عمالة تقل لغاية ما اوصل لمنطقة معينة عندها اقل طاقة للجزيء. لو انا قربت اكتر المسافة اللي بين الاتومز ديت بلاقي فيه الطاقة عمالة تزيد تاني، فديت اسمها اتراكشن. كل ما الطاقة بتاعت المولكيول بتقل كل ما كان افضل، لانه بيبقى اكتر استقرارا، وكل ما الطاقة بتزيد كل ما كان اسوأ. فعلى مسافة بعيدة جدا مفيش اي فورس، مفيش اي انرجي بين الاتنين، لكن كل ما الاتومز تقرب من بعض بلاقي ان القوة بتقل، اللي هو الخط الازرق دوت، القوة بتقل. قللت اول مسافة بينهم بلاقي ان البوتنشال انرجي او طاقة الوضع اللي بين الاتنين بتزيد، فمعناها ان في ريبلشن، معناها في تنافر بين التو اتومز. المحصلة بتاعت الاتنين اللي احنا بنرسمها بالخط الاحمر دوت، ان عند مسافة معينة عندها ديت الاوبتيمم سيباريشن او افضل مسافة بين التو اتومز اللي عندها تتكون الرابطة، وتبقى الطاقة بتاعت التو اتومز اقل ما يمكن، اللي هي عندها واحد هيفقد وواحد هيكتسب. لو انا قللت المسافة اكتر هيحصل ريبالشن بين الاتنين، فبتتكون اصلا الرابطة نتيجة ان كل اتوم بتدور على الاستقرار على اقل طاقة ممكنة عشان توصل زي ما قلنا لقاعدة الثمانيات، يبقى مستوى الطاقة الاخير في 8 الكترونات وتبقى الذرة مستقرة. في اكزامبلز على الايونيك بوندينج زي الصوديوم كلورايد، ده صوديوم مع الكلور، في المغنيسيوم اوكسايد، وفي الكالسيوم دايفلورايد، وهكذا. الكوفيلنت بوند انت هناك قلت ان الرابطة الايونية بتكون ميتال مع نون ميتال، هنا لا، هنا مش ميتال مع نون ميتال، هنا بين نون ميتالز. كمان هناك انت قلت ان لازم يكون في الكترون ترانسفير او انتقال للالكترونات، هنا ما فيش انتقال للالكترونات، هنا في شيرينج او مشاركة للالكترونات. يعني ايه؟ يعني عندي ذرتين هيدروجين، كل واحد في مستوى الطاقة الاخير عنده الكترون واحد، هو عاوز يكمل مستوى الطاقة بتاعه، فعندي مستوى الطاقة الاول بيكمل باتنين الكترون، فكل ذرة فيهم محتاجة الكترون، فبتحصل مشاركة بين الاتنين وبيكونوا الرابطة التساهمية. طيب الرابطة التساهمية ديت في اتجاه الذرة ديت ولا في اتجاه الذرة ديت؟ لا، هي في المنتصف. ليه؟ لان الالكترونيجاتيفيتي بتاعت الذرتين متساوية، الذرتين ديت هيدروجين وهيدروجين، يبقى السلبية الكهربية بتاعت دي هي نفسها بتاعت دي. انت قلت ان السلبية الكهربية هي قدرة الذرة على جذب الكترونات الرابطة الكيميائية نحوها، طالما الاثنين ليهم نفس السلبية الكهربية يبقى الالكترونات مش في اتجاه ذرة، في النص بين الاثنين. على عكس لو انت بتفسر الرابطة التساهمية في جزيء الميثان اللي هو CH4، الكربون ليه سلبية كهربية والهيدروجين ليه سلبية كهربية مختلفة، فبتلاقي الرابطة الكيميائية في اتجاه واحد عن التاني. طب هي اصلا اتكون ازاي؟ اتكون نتيجة لحاجة اسمها البوند هايبريدايزيشن او التهجين. ايه هو التهجين دوت؟ لازم بس الاول تبقى عارف الاس بي 3 معناها ان انا خدت اوربيتال اس مع 3 من البي، يبقى 1 اس مع 3 من البي. اس بي 2 معناها 1 اس مع 2 بي، اس بي يبقى 1 1. طيب بيقول لك الكربون كان فورم اس بي 3 هايبريد اوربيتالز، يعني الكربون ممكن يكون اس بي 3 اوربيتال. لو انت وزعت الكربون، الكربون عنده 6 الكترونات، هتيجي توزعهم يبقى 2 2 2. طيب انت خدت برضو
إن الذرة بتبقى أكثر استقرارا لو مستوى الطاقة ممتلئ أو نصف ممتلئ. هنا مستوى الطاقة ممتلئ في 2، لكن مستوى الطاقة التاني مش نصف ممتلئ. هيبقى نصف ممتلئ إمتى؟ لو الإلكترون من هنا حصل له انتقال وطلع لمستوى الطاقة دوت، أو طلع للأوربيتال التالت في التو بي، الأوربيتال اللي في التو بي اللي هو في اتجاه زد، اكس واي زد. فيبقى مستوى الطاقة التاني بقى نصف ممتلئ، فتبقى الذرة أكثر استقرارا. طيب، يبقى أنا المفروض عشان يبقى المستوى دوت ممتلئ مش نصف ممتلئ، أنا محتاج 4 إلكترونات، 1، 2، 3، 4. هاخدهم منين؟ هاخدهم من الهيدروجين. فما بيحصل تهجين، يبقى الـ4 مستويات دول ما يبقاش بقى 1 أقل في الطاقة وتلاتة أعلى، بيبقى التلاتة ليهم نفس الطاقة، فبيحصل بيتكون لي SP3 hybridization أو التهجين بأوربيتال SP3 اللي هو 1 من الـS مع 3 من الـB. يبقى أنا كده محتاج 4 إلكترونات عشان الكربون يبقى مستوى الطاقة الأخير بتاعه مكتمل بـ8، وتبقى يكون لي موليكيول أو يكون لي جزيء، فبيتحد مع 4 أتومز من الهيدروجين ويكون لي جزيء الميثان. ايه الكلام ده كله وهيفيدني في ايه؟ هيفيدني ان انا اعرف دلوقتي ايه هي خصائص الرابطة الايونية، ايه هي خصائص الرابطة التساهمية، ايه هي خصائص الرابطة الفلزية. اخيرا في البرايمري بوندنج في حاجة اسمها الميتاليك بوند، ودي بتتكون في الميتالز والالويز بس. نتيجة لايه؟ نتيجة ان في عندي دي لوكالايزد الكترون. انت لسه كنت بتقول ان مستوى الطاقة الاخير في الفلزات في الكترون او 2 او 3. الالكترونات ديت من السهل جدا ان الذرة تفقدها، فالالكترونات ديت بتبقى دي لوكالايزد، يعني الكترونات حرة بتتحرك في اللاتس او في الكريستال ستراكشر بتاع الميتال، فدي المسؤولة عن التوصيل الكهربي للميتال، ومنها بتكون الميتال بوند او الميتاليك بوند، ودي بتكون بين الميتالز مع بعض او بين الالويز. طيب، في برضو حاجة اسمها الميكسد بوند، يعني بتلاقي ان في ستراكشر معين مش كل البوند اللي فيه ايونيك ومش كل البوند اللي فيه كوفيلنت، في حاجات او في نسبه كوفيلنت وفي نسبه ايونيك. فمن هنا جت حاجه اسمها الايونيك كاركتر، هو النسبه او الخاصيه بتاعت او الرابطه الايونيه موجوده بنسبه قد ايه. فبنطبق القانون دوت اللي فيه الاكس ايه دوت هي السالبيه الكهربيه بتاعت العنصر ايه، والاكس بي السالبيه الكهربائيه بتاعت العنصر بي، منها بتعرف الايونيك كاركتر قد ايه. كل ما دي زادت كل ما كان الايونيك كاركتر زايده. فمثلا كمثال بيقول لك احسب لي الايونيك كاركتر للمغنيسيوم اوكسايد. المغنيسيوم الالكترونيجاتيفيتي بتاعته بـ1.3 والاكسجين بـ3.5. لو انت طبقت في القانون دوت حطيت السلبيه الكهربيه بتاعه الاي اللي هو الانين اللي هو بـ3.5 والكاتاين بـ1.5، طبقت وضربت في 100 على 100 هيطلع معاك الايونيك كاركتر بـ70.2. يبقى مفروض ان هو عنده ايونيك بوند بنسبه 70.2، يبقى الايونيك كاركتر بتاعته بتساوي 70.2 في 100 ايونيك، يبقى الباقي اللي هي الكوفيلنت. ومن هنا جت الميكسد بوند. الميتاليك بوند والكوفيلنت والايونيك دي كلها برايمري بوندنج. برايمري بوندنج في فاندرفيل دي برضو نوع من انواع الروابط، بيبقى في الغالب موجود في جميع الماتيريالز، دي بنسميها سيكندري بوندنج. دي برضو بتبقى موجوده وليها برضو اهميه كبيره في تفسير الاستراكشر بتاع الماتيريال. فبيقول لك لو انت عندك الماده ديت بوليمر بتبقى الروابط بتاعتها في الغالب بتبقى كوفيلنت، لو المادة بتاعتك ميتاليك أو ميتالز بتبقى الرابطة ميتاليك بوند، لو أنت عندك المادة بتاعتك سيراميكس بتبقى في الغالب هي أيونيك بوند، لأن أنت عارف إن السيراميكس بتبقى مع ميتال مع نان ميتال، فدي بتبقى الغالب هي أيونيك بوند، والسيمي كوندكتور بتبقى في الغالب برضو كوفيلنت بوند. ده ملخص بتاع البوندنج، إن الأيونيك بوند طاقة الرابطة أو الإنرجي بوند بتبقى عالية جدا،
وديت نون دايركشنال. يعني ايه نون دايركشنال؟ يعني الالكترونات مش في اتجاه حد، لان اصلا ده حصل انتقال للالكترونات. في الكوفالنت ديت لار، دي بتكون لارج زي في الدايموند، دي فاريبل يعني هي متغيره، ممكن تكون البوند انرجي عاليه زي في الدايموند او ممكن تكون قليله زي في البيزمس. الاتجاه الرابطه او بيكون دايركشنال، يعني في اتجاه ذره، فعلى حساب الثانيه اتجاه الذره، يعني في اتجاه الذره اللي عندها اعلى سالبيه كهربيه. الميتاليك بوند ديت بتكون برضو فاريبل، بتكون عاليه في اتجاه او كمثال زي التنجستين، وبتكون قليله زي في الميركوري، ودي برضو بتكون نون دايركشنال، يعني مش في اتجاه ذره على حساب الثانيه. في السكندري بوندنج دي الطاقة الرابطه بتكون قليله وبتكون دايركشنال، بتكون يا اما الانتر تشين او في الانتر مولكولر زي في البوليمر، هناخدها ان شاء الله بالتفصيل. خصائص الماده اكيد هتتاثر بوجود بوند او بوجود رابطه او روابط. فهنتكلم مثلا عن تاثير الرابطه على الميلتنج تمبريتشر. حضرتك عارف ان طول الرابطه بيختلف من جزيء للتاني نتيجه لاختلاف البوند، هل هي ايونيك ولا كوفالنت. فلو الرابطه طولها اختلف يبقى السيباريشن اللي بينهم اختلف، واحنا كنا لسه واخدين دلوقتي السيباريشن بيحدد لي البوند انرجي، الطاقه بتاعه الرابطه. لو كل ما المسافه بتقل طاقه الرابطه بتقل لغايه قيمه معينه، بعد كده بتزيد. فمن هنا بنقول ان كل ما المسافه قلت او البوند لينث قل، كل ما التجاذب هيبقى اقوى، فالميلتنج بوينت هتبقى اعلى، هحتاج طاقه اعلى لعشان اكسر البوند ديت، فالميلتنج بوينت هتزيد. نفس الكلام ده وبتكلم عن الثيرمال اكسبانشن. الثيرمال اكسبانشن ايه دوت؟ ان انا باثر على الماده بهيت، بحراره معينه، فيحصل لها تمدد. فانت لو عندك الطول الاصلي او اللينس الاصلي بتاع الماده وليكن ال نوت، وعند تمبريتشر تي 1، لو انا زودت درجه الحراره لغايه تي 2 فالطول بيزيد بدلتا ال، فبتطبق في القانون دوت منها بتجيب الثيرمال اكسبانشن بتاع الماده. طب انت لسه عارف ان الثيرمال اكسبانشن دوت برضو بيعتمد على الانرجي، يعني لو الماده ديت الطاقه بتاعتها اعلى معناها ان هي بتحتاج حراره اعلى للتمدد، فبرضو هتاثر على الثيرمال اكسبانشن. السمري بتاعنا النهارده ان احنا اتكلمنا عن السيراميكس، والسيراميكس ديت بتكون لارج بوند انرجي، عندها طاقه رابطه عاليه، بيكون عندها الميلتنج بوينت عاليه، الانرجي بتاعتها بتبقى عاليه او البوند انرجي بتبقى عاليه، والثيرمال اكسبانشن بتاعها بيبقى قليل. في حاله الميتالز دي بتكون الرابطه بينها ميتاليك بوند مش ايونيك مع كوفالنت، يعني السيراميك بيكون عندها ايونيك بوند مع كوفالنت بوند. في حالة الميتالز بيكون عندها ميتاليك بوند، ودي بيكون عندها مودريت ميلتنج تمبريتشر وبوند انرجي وثيرمال اكسبانشن. في حالة البوليمرز بيبقى عندها كوفالنت بوند مع سكندري بوندنج، وبيكون ديت دايركشنال، وبتكون عندها سمول ميلتنج تمبريتشر وسمول بوند انرجي ولارج ثيرمال اكسبانشن. شكرا، دي كده محاضرة النهاردة، يعتبر خدنا فيها تو شابترز من المرجع، شابتر 1 وشابتر 2. اتكلمنا فيها عن انواع الروابط وايه هي المواد. ان شاء الله لو في اي مشكله في المحاضره ممكن نعمل زوم ميتنج ونتكلم برضو بالتفصيل، ولو حد عنده اي سؤال ممكن نتناقش فيه. شكرا لحضراتكم، وان شاء الله نتقابل في المحاضره القادمه.